وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة تحدثت سعادة السيدة لينا حبيب قاسم عضو مجلس الشورى رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس عن دور السلطة التشريعية لمساندة تحقيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمساعدة في تمكين وريادة المرأة. مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون، وهذه هي ركيزة النهج الديمقراطي للمملكة، وطبعا مبدأ الفصل بين السلطات وتكاملها في ذات الوقت. فنرى أن السلطة التشريعية هي مناطها بشكل رئيسي في توفير القواعد والإطر من خلال سن التشريعات والقوانين التي تضمن وتصون حقوق المرأة وحرياتها العامة وتحدد التزاماتها، وفي نفس الوقت تراعي وتكافئ فرصها وتحافظ على مكانتها الاجتماعية والأسرية. في نفس الوقت أيضا نرى أن السلطة التشريعية لها الدور الداعم والمساند للسلطة التنفيذية ومؤسساتها من أجل تمكين المرأة من أداء واجباتها والتزاماتها. وفي رأيي أن أول ما تحقق المرأة البحرينية من مكتسبات هو وجود منظومة تشريعية وطنية متكاملة ومتقدمة تضاهي بها المملكة العالم.